نستهل حصدنا من برنامج أمسي بمجموعة من التقارير المميزة والفعاليات المتنوعة التي تمت مواكبتها خلال هذا الأسبوع، حيث شهد صاحب السمو حاكم الشارقة حفل افتتاح اللقاء الكشفي الدولي التاسع الذي يعقد تحت شعار الكل الشارقة الشارقة للكل، وذلك في مفوضية كشافة الشارقة بمشاركة وفود من 94 دولة من مختلف أنحاء العالم يمثلون 250 جوالاً وقائداً. ومن كشافة الشارقة إلى البرلمان العربي للطفل، حيث اختتمت فعاليات الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث ناقش أعضاء البرلمان العربي للطفل في الجلسة الثالثة موضوع حق الطفل العربي في التعليم. الأسرة أمان يريدها سلطان هو الشعار الذي انطلقت به الحملة التوعوية بعنوان الوطن أسرة التي نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تهدف إلى نشر ثقافة توعوية أسرية تتماشى مع رؤية الإمارات 2020 وتطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته في تحقيق التماسك الأسري بمجتمع الشارقة. ومن هذه المحطة إلى محطتنا التالية، حيث نظم معهد الشارقة للتراث ورشة عمل بعنوان أصدقاء البيئة الزراعية لطلاب مدرسة الشارقة الخاصة في ساحة تراثية بقلب الشارقة. وفي دورته الأولى نظم مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال في مدينة خورفكان لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بهذا المجال وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به مراكز الاتصال في جميع المؤسسات، وتسليطاً على إنجازات المرأة ودورها الريادي في قطاع التكنولوجيا. أقيم للمرة الأولى على أرض الشارقة ملتقى المرأة في قطاع التكنولوجيا بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وبحضور بارز من النساء الرائدات في شتى المجالات. وختامها مع مخيم الشباب كنوز الطبيعة من الإمارات الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ومجالس الشباب بهدف إنعاش السياحة البيئية في مدينة كلباء عروس الساحل الشرقي بإمارة الشارقة. أيضا إلى جانب التقارير المصورة هناك فعاليات أخرى يتم تسليط الضوء عليها في الأماسي من خلال استضافة عدد من الضيوف والمتحدثين. خلونا نتابع جانب من هذه اللقاءات من خلال هاي الوقفة. يمكن من خلال الملاحظة والتواصل مع الأعضاء أن نتعمد خلال البرنامج أن يكون ما بين الأعضاء، صحيح، أدردش معهم، أناقشهم في بعض الأفكار أو بعض الملاحظات، أخذ منهم الملاحظات اللي في بالهم. لاحظت هناك تطور كبير في مستوى الطرح. جميل. هم مؤهلين، لكن الحمد لله لاحظ أن في تطور في هذا حتى طريقة الطرح، الأسلوب، بناء الشخصية. أحب أني أسلط الضوء على أهم هذه الأهداف. جميل. ومنها تعريف الجمهور بأن بلدية مدينة الشارقة مؤسسة مصدرة ومحفزة للابتكار. جميل. وكذلك نشر ثقافة الابتكار في أفراد المجتمع، وكذلك نقل ثقافة الابتكار من خلال عرض ممارسات بلدية مدينة الشارقة بما يخص منهجية الابتكار. منذ أكثر من 20 عام، خلال 20 عام أطلقت الكثير من المبادرات واستهدفت العديد من الجماهير، ويعني نحن في إدارة مراكز التنمية الأسرية لدينا مركز إرشاد أسري، يعني مركز الإرشاد الأسري هذا يستقبل حالات عديدة، ومن خلال مركز الإرشاد الأسري نستطيع أن نتعرف على حاجة الناس. صحيح. هناك حالات تربوية، حالات نفسية، حالات قانونية، حالات اجتماعية ما لها علاقة بالمشاكل الأسرية والطلاق وغيرها. يحرص معهد الشارقة للتراث بالحفاظ على التراث اللامادي، وطبعا وتعريف جميع شرائح المجتمع على جميع أنواع التراث والحفاظ عليها. قبل ما أتكلم عن المشروع حابة أني أعرف السياحة البيئية. هي نوع من أنواع السياحة المستدامة واللي تهتم بالجانب أو بالحفاظ على الجانب التراثي وأيضا الطبيعي. ليش الاهتمام بهالنوع من السياحة؟ لأنه
خلال العقدين الماضيين تقريبا السياحة البيئية شكلت 20% من إجمالي حركة السياحة حول العالم. فأخذت الوزارة وزارة التغير المناخي والبيئة على عاتقها أن تطلق مشروع السياحة البيئية كنوز الطبيعة في الإمارات على 3 مراحل رئيسية. أول مرحلة ضمينا فيها حوالي 43 محمية معترف بها عالميا في دولة الإمارات.